رحلات الطيران وتوقف الطيران وصعوبة الطيران حالت دون تنفيذها في وقتها منذ 10 أيام. التقيت صباح اليوم بدولة الرئيس نبيه بري، وعبرت بالتأكيد عن وقوف الجامعة العربية بالكامل في تأييدها للبنان في هذه المحنة بالغة الشدة. عبرت له عن عميق التعازي في هذه الخسائر البشرية التي لحقت بأبناء الشعب اللبناني. في نفس الوقت أكدت عليه أولويات محددة تتبناها الجامعة العربية، في مقدمتها أهمية وضرورة التوصل الفوري لوقف إطلاق نار مستقر ومقبول ودون مدد زمنية مثلما يطرح هنا وهناك. أيضا أكدت أنه بالإضافة إلى وقف إطلاق النار فإن الأمر يتطلب وفورا العمل وبأسرع وقت ممكن على انتخاب رئيس للبلاد، لأنه انتخاب رئيس توافقي معروف بوطنيته وخبرته سوف يؤدي أيضا بالتأكيد إلى استعادة الدولة اللبنانية لهيبتها، وبالتالي يعود لبنان لممارسة دوره العربي والإقليمي بوضوح شديد. أكدت أيضا ضرورة الانسحاب الفوري مع توقف إطلاق النيران، انسحاب إسرائيل من أي أراضي لبنانية تكون قد خضعت للاحتلال الإسرائيلي أو للمحاولات الإسرائيلية في التواجد على الأرض اللبنانية. نرى أنه القرار 1701 هو قرار محوري ويجب استعادته وتنفيذه حرفيا وبالكامل وفي أسرع وقت ممكن. أتذكر أن هذا القرار وعندما تم تبنيه في 2006 كنت وقتها وزيرا للخارجية، وأرى أنه قرار مناسب التنفيذ والتطبيق الفوري. هذه هي النقاط. تحدثت مع الرئيس نبيه بري، استمعت إلى رؤيته للموقف، إلى نقاشه مع المبعوث الأمريكي، إلى ما توصل إليه معه من احتمالات لتفاهمات، وآمل أن تتحرك الأمور ولا ننتظر كثيرا في تحقيق هذه الانفراجة المطلوبة للموقف في لبنان. موقف خطير مرفوض، نرفض تماما العنف الإسرائيلي البالغ والقسوة البالغة وإهدار الحياة بدون معنى مثلما نشهد على الأرض. يحزن الإنسان ويأسف أن يرصد هذا القدر من الإهمال من قوى ذات تأثير في العالم، تحدثت كثيرا عن مبادئ وقيم ونرى أن هذه المبادئ وهذه القيم اختفت تماما في منهجها، سواء بالنسبة لغزة والقتال في غزة أو بالنسبة للوضع في لبنان. كثيرا ما تحدثوا عن هذه القيم، كانوا يحاولون دائما
تلقيننا بها كنا نستمع. أنا شخصيا كثيرا ما استمعت على مدى 30 عاما، ثم أشهد ما يسمحون بفعله، حقيقة مأساة كبرى. أيضا ورغم أن مجلس الأمن له دوره، فالأسلوب الذي عملت به قوات اليونيفيل من قبل إسرائيل منذ 10 أيام وغياب وقتها بتهديد واضح وربما تحت الفصل 7 لميثاق الأمم المتحدة، واتهام بأنكم تعطلون الإرادة الدولية وإرادة مجلس الأمن، فشيء الحقيقة يحزن الإنسان ولا يعطيه ثقة في هذه الرؤية. أيضا أتصور أن من الضروري إذا ما تم الاتفاق والتوافق على وقف إطلاق نار وفوري أن يحصل الشعب اللبناني والدولة اللبنانية على ضمانات بأن لا تعاود إسرائيل عمليات القتل العشوائي مثلما يحدث، أو أي عمليات قتل على الأرض في لبنان، وضمانات بعدم محاولة الإغارة مرة أخرى على السماوات اللبنانية والأرض اللبنانية والمياه اللبنانية. شكرا جزيلا. حضرة الأمين العام بس سؤال. بشويش بشويش عندي كل الوقت، ما فيش سبق أرجوكم، مش حد سابق. رافض للتدخلات الإيرانية، ما هو موقف الجامعة إيران وما تقوم به في لبنان؟ شوف، قرارات الجامعة العربية واضحة جدا، وأنا أعمل في إطار هذه القرارات. أي تدخلات أجنبية على الأرض اللبنانية أمر غير مقبول لدى الجامعة العربية، فأي تدخلات من أي طرف على الأرض اللبنانية هي شيء غير مقبول، ويجب إعطاء الفرصة للبنان لاستعادة هيبته على أرضه، وحدة أراضيه على أرضه، وسيادته على أرضه. هذا أمر واضح في القانون الدولي، فأي تدخلات سوف تكون مرفوضة. حاضر حاضر، ما تستعجلش، عندها أي سؤال وحجيلك. سعادة الأمين العام، يعني لبنان اليوم غير متروك عربيا إنسانيا، هل يمكن أن نشهد مثلا اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل لبنان الذي أصبح اليوم محتل وعليه هي الجامعة العربية تقف بالكامل واضح جدا في هذا الشأن ومنذ عشر أيام على مستوى المندوبين الدائمين. وكان هناك أيضا موقف في الاجتماع الوزاري وقرار دوري للجامعة العربية، وأيضا في اجتماعات نيويورك للوزراء الخارجية العرب أقروا هذا. وهناك جهد دائم، الإنسان لا يتحدث عما يفعل، ولكن حجم التواصل العربي والنقاشات الدائرة بين العالم العربي والقوى الأجنبية التي تتحدث عن القيم والمبادئ عميق للغاية، ولكن لا شيء يحدث لأنهم يسمحون بما يحدث. وهذا هو الأمر، ليس المؤسف فقط، الأمر المخجل أن نتحدث فيقال علينا انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية، فالعالم يقف على رأسه للأسف الشديد تحت أمرك. أنا سأشكر إليك معاناة قبل السؤال. هذه المعاناة شهدتها في طريق المطار
إلى المدينة، وأعبر عن عميق الأسف والأسى لهؤلاء الأبناء الطيبين الذين يفترشون الأرض في لبنان، ونطالب الجميع بالهبة وتقديم المساعدات الدورية والفورية للشعب اللبناني. أنا المعاناة التي أريد أن أتحدث عنها هي مختلفة. كل من يأتي إلى لبنان من مفردين عرب وأجانب، الأساس للذهاب إلى الحلول هي القرار الأممي 1701. الجميع يضع لبنان مع الإسرائيلي في نفس الميزان إذا صح التعبير، مع العلم أن الإسرائيلي هو من يقوم وهو من قام بكل 18 سنة بخرق هذا القرار، والدليل ما تفضلت به منذ قليل بأنه 5 أو 6 اعتداءات مؤخرا هلا بالأيام الأخيرة. كيف يمكن الوصول إلى حل بناء على 1701 وأن والمفاهيم يوازنون ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي في هذا القرار يصدر من مجلس الأمن؟ سؤال أخير. بوقف إطلاق النار. والعودة إلى التنفيذ الفوري لـ 1701. هو ده المدخل. واللي بيكلمك ده اشتغل في الأمم المتحدة 15 عاما. نعم. سيد الأمين العام، اليوم بينحكى بإسرائيل عن موضوع القضاء على حزب الله. هل هذا الشيء ممكن؟ هل أنتم مع هالفكرة؟ أنا مع ده. وأنت متصور الإجابة إيه؟ يعني الرحمة بينا. القضاء على حزب أو حركة أو فكرة، أحيلك إلى مقال في غاية الأهمية أرجو الجميع أن يقرأه في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، كتبوا أستاذ أمريكي في جامعة هارفارد اسمه ستيفن فالت، إجابة فيه لديه. هو يقول لا تستطيع أن تقتل فكرة. شكرا جزيلا. شكرا. 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 شكرا.